مساءكم بكل خير متابعي الطقس العرب في الأردن. يسوء الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع 21 درجة مئوية الملموسة 21، الرطوبة 62%، أما الرياح تكون خفيفة تأثر. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد بإذن الله، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 30 إلى 19، عجلون 29 إلى 17، جرش 31 إلى 18، المفرق 31 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الوسطى البلقاء، تفرق بعض الغيوم 30 إلى 21، مأدبة 28 إلى 19، العاصمة عمان 28 إلى 21، والزرقاء 32 إلى 21، أما البحر الميت 36 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 27 إلى 18، طفيلة 27 إلى 19، الشوبك 26 إلى 18، معان 31 إلى 19، أما العقبة 38 إلى 26. بالنسبة للمنطقة الشرقية، رياح نشطة وتربة مثارة في كل من الصفاوي والأزرق، الصفاوي تسجل 36 إلى 20، والأزرق 35 إلى 21، والرويشد 36 إلى 21. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.